أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهدين. أناقش اليوم موضوع جد حساس ونسكت عنه لأسباب متعددة. هناك قطاعات أساسية في المغرب دائما فقط تجني الأموال وتجني الأرباح دون أن تتحول إلى قطاعات مواطناتية. الخبر فقد حققت البنوك في المغرب مردودية 11% مقابل 6% بالنسبة للبنوك الفرنسية، رغم الفروقات الشاسعة ورغم ضخامة رسامي البنوك الفرنسية وإمكانياتها الهائلة والشركات المتعددة الجنسيات، ورغم تعداد السكان الذي يفوق 100 مليون، ورغم بورصة باريس. تكملة للخبر أن البنوك في المغرب حققت 5%، في حين أن البنوك الفرنسية حققت فقط 3% سنة 2018. ما الذي يقع بالضبط وما الذي يمكن تفسيره في هذا الصدد؟ هناك شيء على غير ما يرام، ولماذا هذه الفروقات الكبيرة والشاسعة؟ زيادة في الخبر أن 9 أبناك مغربية كبرى حققت، يعني امتدت إلى شركة نقل الأموال ووضعت اليد عليها، وكذلك حولت بعض أسمائها، يعني أسماء هذه البنوك، إلى أسماء بصبغة إسلامية. جنت 1400 مليار درهم أرباحا صافية، 1400 مليار درهم أرباحا صافية مقابل 20 مليار قبل 10 سنوات. بمعنى أن نسبة زيادة تضاعفت 7 ديال المرات، 7 ديال المرات خلال 10 سنوات، من 200 مليار درهم إلى 1400 مليار. في حين أن البنك التجاري وفابونك جرى أرباحا ناهزت 580 مليار درهم في سنة 2019. ما الذي يقع بالضبط؟ ولماذا هذا القطاع مربح دائما لم يتضرر من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها باقي القطاعات؟ السؤال الحقيقي، ما هي مساهمته في النهوض في دعم الشباب العاطل والمقاولين الذاتيين والفقراء وتقديم المساعدات لهم بفوائد قليلة، والمساهمات في قطاعات الثقافة والفن وأنشطة الجمعيات وأنشطة الأنشطة الرياضية وأنشطة الشباب؟ هذا القطاع ما حوله وما يحوم حوله وما يدور به يكتنز ثروة هائلة ولا يقدم أي شيء للمغاربة سوى عمليات الادخار أموال المهاجرين وعائداتهم، وكذلك نسبة الاقتطاعات المرتفعة والمجحفة في حق الموظفين وفرض نسب عالية للراغبين في الحصول على قروض موسمية، بحيث تتضاعف بالنسبة للقروض الصغرى إلى أزيد من 100%. وقد تابع المغاربة تردد الأبناك المغربية وردتها في تقديم الدعم للمقاولين الشباب بعد خطاب الملك محمد السادس ومطالبتهم بتقديم ضمانات. وقد تابع المغاربة تردد الأبناك المغربية في تقديم الدعم للمقاولين الشباب بعد خطاب الملك محمد السادس ومطالبتهم بتقديم ضمانات، رغم الأرباح الهائلة التي تحققها هذه الأبناك. أقل ما يقال أنه حان الوقت لتتحول هذه الأبناك إلى أبناك مواطناتية بإمكانياتها الضخمة لضخ دماء جديدة في
قطاعات أساسية للاقتصاد الوطني وفي محاربة الفقر والهشاشة وفي محاربة الفساد كذلك، والتراجع عن سياسات الاقتطاعات الكبيرة في حق المواطنين ودعم الشباب والتخفيف من البطالة ودعم قطاعات الفن والثقافة والرياضة وأنشطة الشباب ومراقبة كذلك مداخل الأبناك وما يجري فيها وأداء ما بذمتها من ضرائب للدولة المغربية. نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الثورة، وإلى لقاء متجدد بحول الله. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.